التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك خلال زيارته إلى مصر. وألقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بيانا أمام مجلس الجامعة بشأن تطورات الأوضاع في اليمن وجهود المجلس في بلورة سياسات جديدة لتحقيق أمال وتطلعات الشعب اليمني وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشيدا بجهود المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الجامعة العربية في دعم اليمن والدفاع عن مصالح شعبه.